اكبر حمله اتاك على لي سيت ويب لي جيون دي ويب اللي يستعملوا دي ان اس دين. هدايا هي انه ما همش ما اكسيداوش لو سيت ويب كيما تويتر كيما البارح ما اكسيداوش التويتر ولا انه يسوبمرجيو لاكسي لتويتر انه يفصلوه عن 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 انترنت والناس اللي تحب تاكسيدي لتويتر يجيب لها ربي ما راهوش ماهوش اكسيسيبل. تعطيل خدمة أكبر المواقع الإلكترونية إزاء الهجمات أصبح يؤرق العالم الرقمي والذي يؤدي لشل جزء كبير من الشبكة الإلكترونية التي تحجب ما يقرب من نصف شبكة الإنترنت عن المستخدم. وحنا على أبواب الحرب العالمية الثالثة. الحرب العالمية الثالثة ماشي كما اللي نعرفوها العالمية الثانية وكانت حروب وأسلحة، هذه حرب عالمية إلكترونية. ونشوفوا باللي هاد الناس اللي سيت ويب اللي يستعملوا الدي ان اس دين منهم لي سيت ويب الجانية إيلاري كلينتون وترامب الديرني ديبا هضرت عليها لا في اليزيون قالت انه الولايات المتحدة الأمريكية راهي لي سيبل دون سيبر اتاك جاية من روسيا. هجمات الهاكرز المتواصلة لأهم المواقع الإلكترونية العالمية أصبحت اليوم تهدد المنظومة المعلوماتية الدولية. يحدث هذا في ظل استمرار الفشل في إيجاد جدار صد للقاعدة الرقمية